Good morning from MTV Alive. صباح الخير لكل مشاهدينا يلي انضموا لنا اليوم الجمعة 12 أيار 2017 نهار آخر الأسبوع. منصير ما بدنا نفكر بالشغل، بس برضو رح هيك أحكي شغلة سريعة عن العمل، إنه كل يلي بيفكر إنه العمل أو النجاح هو حظ، أنا بدي أقول له لا، ما معك حق. النجاح هو مثابرة، هو عمل دؤوب، هو تعب ودرس. ولكل الشباب كمان والصبايا اليوم يلي عم بيسمعونا ويلي بدهم يبلشوا شغل جديد، يبلشوا شغلهم من الصفر ويطلعوا السلم درجة درجة، لأنه هيدي الطريقة الوحيدة يلي بتضمن النجاح واستمرارية النجاح. كمان اليوم نهارنا غني بالفقرات، ومثل العادة كابلز وماي رايتس على الموعد، تارو كمان على الموعد مع زينة على الساعة 12 الظهر، وأكيد فقرات تينا وفادي. بونجور بونجور. ما فيكم تلبقوا تيابكم هالقد، يعني فيكم شوي بس اليوم كثير. كيفنا؟ ثاقبت ثاقبت القلوب على بعضها دايما دايما. تينا نعيما، ثانك يو، كثير كثير حلوه قصه شعري. بدي اقول له ميرسي لسيمون موندلا، اكيد دايما بتوصل لي. سيمون ذا كينج، ذا كينج ذا ارتست، عن جد ارتست. كنت عم تقولي درجه درجه، في بس الاشخاص اللي عندهم اجرين طوال بيطلعوا درجتين درجتين. قولك عندي شويه حظ اكثر من غيري، شو قولك تينا؟ لا لا لكم عم يحرق المراحل، بنتعب اكثر من غيرنا صدقيني. في ناس بتنط طلوع كمان. كيفنا اليوم؟ عظيمين. سافا، شو عنا؟ فقرات عنا يعني كذا فقره اليوم، بلشين باب تو ديت، بعدين عنا ايت سمارت، واليوم رح تكون معنا دلال بالكوكينج قبل الويكند. اكيد نشوف شو محضرت لنا. مسيو، عجبتك الغرة؟ كثير شفتك انت اصلا اخرتنا اليوم عم ظبط هالشعرات، يعني ما بيصير. اليوم بدي احكي باول ايتم عن ديفايس كثير مهضومه، بدل ما يصير بيتك كله اذا بدك انترنت سمارت، هو مونيتورينج سيستم بديفايس وحده صغيره بتحطيها بالكهرباء بس. شو حلو، وبتعطيك نوتيفيكيشن على تليفونك. عيش كثير بتسمع كثير. خلينا نشوف بعد شوي، بس كمان خلينا نشوف سوا اخبار الساعه باب تو ديت. انا وتينا خليكم معنا. خطوة من سيدة لبنانية يمكن تقلب المعادلة أو تغير هالوضع يلي عم بيكون متعب للبنانيين. بعد مرور 6 سنوات على اندلاع الحرب السورية ونزوح ما يقارب 2 مليون سوري للبنان، بعض اللبنانيين طفح الكيل منهم، وخصوصا من جهة الوظائف يلي عم بتروح نوعا ما من درب اللبنانيين، وعم بتخف الحظوظ للبنانيين بأنه ياخذوا الوظيفة المناسبة لهم بظل هالمنافسة الكبيرة بمختلف القطاعات، وهالشيء أكيد أثر على الاقتصاد بشكل كتير قوي. قررت المواطنة ليندا بولوس مكاري إطلاق عريضة ليوقع أكبر عدد من اللبنانيين للمطالبة بعودة اللاجئين للمناطق الآمنة بسوريا. أسباب هالحملة وهل لقت ردود فعل إيجابية، هل بتحقق أهدافها؟ ما بنعرف قد ايه رح بتحقق من الأهداف، ولكن فينا نقول إنه هالحملة ماشية بشكل كتير إيجابي لهلا. أكدت صاحبة الفكرة بحديث لا موقع على الام تي في بأنه عم بتكون ردود الفعل كتير إيجابية، وقالت أنه الفكرة بلشت انطلاقا من الحديث عن المناطق الآمنة بسوريا، ووضحت بأنه مرقت سنوات كتيرة على وجود اللاجئين السوريين بلبنان، وعم ياخدوا كل شيء من درب المواطن اللبناني، منشان هيك من حق الشعب بأنه يطالب بعودتهم للمناطق الآمنة ببلادهم. كشفت بأنه فكرة العريضة طلعت معهم بينما كانت هي ومجموعة من اللبنانيين عم يشتغلوا كمتطوعين مع وزارة العمل عبر مساعدة أو المساعدة لإقفال كل المتاجر غير الشرعية يلي تابعة للسوريين بلبنان، وتبين أنه هالمتاجر عم بيزيد عددها أكثر من ما عم يتخيلوا وبشكل يومي، وعم بتكون غير شرعية. فمنشان هيك قاموا بهالخطوة من بعد ما كل الدول عم تتحدث أنه في مناطق آمنة للسوريين بداخل سوريا. شددت مكاري بأنه لازم نتحرك فورا وسريعا للمطالبة بعودتهم قبل فوات الأوان، وكل الدول طالبت بهالموضوع إلا لبنان. شددت أيضا على أنه عدد التوقيعات وصل اليوم لتقريبا 10,000 توقيع، من بعد كل 1,000 توقيع بتوصل رسالة للجهات المعنية بهالخصوص، وهن الأمم المتحدة
والكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي، لأنه هن يلي عم بيتحدثوا عن هالمناطق الأمنة وعم بيتطرقوا لها الموضوع. ونحن بنقول أكيد إن شاء الله الكل بيشارك وبيمضي على هالعريضة يلي ممكن ترجع ترد شوي الأمور لمجرية. هي مصلحة اثنين أكيد رانيا. يعني أكيد هن بدي يرجعوا على أرضهم بالنهاية، يعني بلدهم بالنهاية 100%. واللبنانية كمان بيستاهلوا أنه يلاقوا فرص ببلدهم. صحيح. رح ننتقل لهوليوود. ذكرت مصادر صحفية فنية أنه الممثل الأمريكاني براد بيت وزوجته السابقة أنجلينا جولي بعد عندهم مشاعر حب لبعض وعم بيقضوا كتير وقت مع بعضهم هالفترة يلي قطعت. وصف تقرير الموقع تبع هوليوود ريبورتر وصف التطورات الجديدة كنقطة تحول مفاجأة بالأحداث وربما يكونوا بطريق للعودة لبعض. ذكر أنه ثنائي بعد عودتهم للقاء أكثر من مرة على مدى الأسبوع صاروا أكثر من فتحين وعم بيصارحوا بعض. والثنائي ما حابين يعني يعلنوا عن هالفترة اللي عم يقطعوا فيها خاصة بسبب أطفالهم إلا تيصيروا مؤكدين من الوضع. يعني هلأ بهالمرحلة بعدها هيك شائعات رانيا، بس كل الناس قدبي عندهم فانز أنجلينا، كل الناس حابين انه يرجع مع بعض. اكيد. رح ننتقل لخبر عن البابا فرانسيس اللي عم يعلن هالطفلين يلي كانت عم تظهر عليهم مريم العذراء ببرتغال سيدة فاطمة، وأعلنهم قديسين. هالشي صار بالبرتغال بفاطمة مش مثل العادة بروما، وهالخطوة هي خطوة مؤثرة جدا ومعبرة جدا. هالطفلين يلي هن من الرعاة يلي قلن عم بيتلقوا رسائل من سنة 1917 أعطوا أسرار كتيرة أعطيتهم إياها العذراء عذراء فاطمة. ومنعلن بأنه بسنة 2000 أعلن الفاتيكان بأنه سر من هالأسرار يلي هو السر الثالث كان النبوءة بمحاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني سنة 1981، وبالفعل نجا بوقتها البابا من المحاولة وسلم الرصاصة يلي أطلقت عليه لا أسقف فاطمة. ومن بعدها توفي هالصبي الصغير فرانسيسكو مارتو سنة 1919، توفيت جاستينتا من بعده بسنة تقريبا، واثنيناتهم كانوا توفوا بسبب التهاب رئوي. واليوم عم بيتطوبوا قديسين او يتقدسوا، وهيدي الشغله بترجع بتذكرنا بكل هالعجائب يلي عم بتصير وبتردنا شوي للصلاه وللايمان ولمريم العذراء بهالشهر المقدس كمان. استغل خبرة نشر توقيع سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب حتى يحللوا جوانب من شخصيتها، واللي تأكد أنه الإمضة طبعاً كتير قريب لإمضة زوجها. بعتت مؤخراً ميلانيا ترامب رسالة بتقدم فيها شكر لباميلا أندرسون اللي قدمت لها هدية معطف من الفرو. وThe Independent هالصحيفة هي نشرت هالمكتوب، وأكيد الخبر أخذوا هالمكتوب تيحللوا الإمضة تبعها. بتقول خبيرة بخطوط اليد شيلا كرودز أنه من النادر أنه يكون للزوجين نفس التوقيع. وضحت أنه توقيع ميلانيا كتير بيشبه توقيع زوجها، وأنه كمان بيّن أنه علامات استفهام حول قوة شخصيتها. نتذكر لما قلدت الرسالة اللي عملتها ميشيل أوباما، فهون عم بيجربوا يشوفوا أنه شخصيتها يعني هل هي قوية ولا لا، ولا بس هيك تظهر قوية. exactly. فبيّن من الطريقة اللي بترسم فيها ميلانيا خطوط توقيعها المستقيمة بتشير بالعادة إلى حدة وسرعة بالتفكير، فضلاً عن تلقي المعلومات على عجل. أما توقيع ترامب فالخبيرة بتقول أنه حاد بالنظر إلى الأحرف الطويلة المستخدمة فيه، لكن توقيعه بيسمى بالإنسداد، وهيدا شبيه مثل ما بيقولوا بالشريين المنقبضة يلي ما بيقدر يقطع فيهم. فهالشي بيعكس شوي شخصيته لترامب. وكمان الخبيرة بتقول إنه بطول أحرف التوقيع هيدا الشي بيأشر على شخصيته إنه في كتير غرور واعتداد للنفس.
على كل حال بفتكر الاشياء مبينه من دون التوقيع حتى تينا. رح نوصل لاخر خبر لليوم، ولاريسا ووترز يلي هي عضو بمجلس الشيوخ الاسترالي دخلت التاريخ لسبب واحد، وهو انه هي اول سيده ترضع ولدها بالبرلمان وبمجلس الشيوخ بالاحرى، وهيدا الشيء كانت بادره كثير فيها جراه من قبلها، وهون اكيد هي خطوه من الخطوات يلي عم بيقوموا فيها لحتى يكون في اماكن مجهزه اكثر وبتوافق الكل، وتكون الرضاعه الطبيعيه مسموحه بكذا محل مش بس بهالاماكن الرسميه او غيرها، بدهم اماكن عمل صديقه للاسره، مرنه مساهمه برعايه الاطفال من كل الجوانب وبكل الاعمار ايضا. اكيد هيدي الشغله يا تينا قد ايه مهمه، وكل السيدات اللي عاملات بيعانوا منها يعني حتى لما بيكونوا صغار بالكيندر جاردن ولا غيره، واكيد بلشوا يسمحوا من السنه الماضيه على هالموضوع من بعد ما هني كمان كانوا بلشوا يشتغلوا، وهي من بيناتهم لاريسا ووترز. رح ننتقل على السريع لصورتنا اليوم من منطقة دوما، كلنا بنعرف منطقة كتير حلوة خاصة بالصيفية. طقسنا رح يكون معتدل والحرارة بال 26. دوما بتعقد على فكرة. هيدي كانت أخبار أب تو ديت، رح ننتقل عند فادي بتكنولوجي، خليكم معنا.